نتائج صلة الرحم تحدثنا عنها كثيراً، لكن نتائج قطيعة الرحم معاداة الأقارب، هذه المعاداة شر وبلاء، الرابح فيها خاسر والمنتصر مهزوم، وقطيعة الرحم من كبائر الذنوب وقبائح العيوب، متوعد صاحبها باللعنة والثبور. فالتدابر بين ذوي القربى مؤذن بزوال النعمة وسوء العاقبة وتعجيل العقوبة. فعن جبير بن مطعم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم، لا يدخل الجنة قاطع. الحديث في البخاري ومسلم. عقوبتها معجلة في الدنيا قبل الآخرة. فعن أبي بكرة قال: قال عليه الصلاة والسلام: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. رواه الترمذي. أيها الإخوة، قطيعة الرحم سبب للذلة والصغار والضعف والتفرق، مجلبة للهم والغم. قاطع الرحم لا يثبت على مؤاخاة، ولا يرجى منه وفاء، ولا صدق في الإخاء، يشعر بقطيعة الله له، ملاحق بنظرات الاحتقار، مهما تلقى من مظاهر التبجيل. لقد كان الصحابة الكرام رضي الله عنهم يستوحشون من الجلوس مع قاطع رحم. قاطع الرحم يشعر بقطيعة الله له، ملاحق بنظرات الاحتقار.